شكرا على إتاحة هذه الفرصة جرامي عز الدين، المندوب الجهوي للسياحة نابل الحمامات، مرحبا بكم. دونك مؤشرات سياحية خلال الفترة، المؤشرات السياحية تعرف تطور كبير، نعرف أنه بالنسبة للوقت الحاضر أنه تجاوزنا تقريبا بثلاثة أرقام في بعض الأسواق، وفي بعض الأسواق ثم برقمين. ناهيك أنه عنا تجاوزنا 2 مليون ليلة سياحية من 1 جانفي حتى 31 جويلية، وتجاوزنا 500 ألف سائح بالنسبة من 1 جويلية حتى 2001 جويلية، حتى من 1 جوان حتى 31 جويلية 2017. المؤشرات طيبة، احنا كمندوبي جهوي للسياحة صاهرين ليلا نهارا على حسن خدمات، دونك قاعدين الفرق نتاعنا تتنقل يوميا تواكب المنتوج السياحي، نعرفوا لي ثم تشكيات واحنا اغلبية التشكيات حليناها مباشرة بالاتصال المباشر مع الفندق والحريف. الجنسيات نهيك انه الجنسيات، الجنسيه معناها التوانسي يحتل المرتبه الاولى، الجزائري المرتبه الثانيه، المرتبه الثالثه الفرنسيس، المرتبه الرابعه هم الالمان. بالنسبه لشهر اوت توقعات، شهر اوت عرفنا تطور كبير، ونعرف انه الاغلبيه الفنادق معناها وصلوا للستوب سيل معناها فهمني، وقاعدين معناها تواصل النشاط هذا تقريبا حتى لحدود 20 اوت، تفوت حتى 20 اوت، انا أغلبية النزول الملأة 100% تقريبا نجم نقول 100%، وما عادش معنا حتى المبيعات ما عادش موجودة فهمني، ما نلوج على غرفة ما نلقاوهاش فهمني، والحمد لله مؤشرات طيبة، سنة طيبة، احنا قايمين بالواجب، وظيفة مشكورة كل السلطات اللي عاونتنا في الموضوع هذا، ناهيك انه وزارة الداخلية، وزارة السياحة، كل الوزارات الصحة كلهم قايمين بالمجهودات اللي لازم تكون، واحنا نواكبوا في النشاط، والحمد لله انه مؤشرات طيبة، ان شاء الله هذه معناها انتعاشة طيبة للقطاع السياحي في ربوع ولاية نابل، وان شاء الله المزيد في المستقبل ان شاء الله.